رجل يبتز طليقته بنشر صور مفبركة لها، وهذه حالة يعني واحدة من عدة حالات كثيرة أخرى في العراق للابتزاز الإلكتروني. هل من قانون صريح بداية يتعامل مع الجرائم الإلكترونية تحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق؟ اهلا وسهلا. طبعا احنا بالبدايه اذا اريد نحكي هاي كحاله فرديه، خلينا نحكي عليها. حاليا موجوده بالمحاكم بكثره، هوايه من الازواج يبتزون زوجاتهم او طليقته، مو هنا هذه الحاله احنا شفناها لاجل المال، ممكن لاجل التنازل عن الحقوق او التنازل عن الحاضر الغايب الحقوق الاخرى. يعني هاي الحاله صارت بكثره هسه، بس هي اكيد هي لا من الرجوله ولا من الغيره ولا من المروءه، فهي اول وتالي بيوم من الايام كانت شرفه وعرضه. اذا نحكي على الابتزاز بصوره عامه بالقانون العراقي، احنا ما عندنا قانون خاص للجرائم الابتزاز، ما عندنا فد قانون خاص الا، لكن هو يعني يذهب تحت الماده، تتناول الماده وتعاجل الماده 452 من قانون العقوبات العراقي، اللي هي تقضي يعني عقوبتها الحبس مدة الحبس أو السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا كانت هناك ظروف مشددة مثل هذه الحالة اللي هسه احنا لاحظناها ممكن أن تصل إلى 10 سنوات.